في صباح 13 مارس 2021 توفي 7 مصابين على الأقل بفيروس كورونا في الأردن بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلطة الحكومية. مرحبا بكم، أنا وهيبة بوحلايس، وسنعرف اليوم حقيقة الأخبار الزائفة والمضللة التي رافقت حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الأردنية. البداية مع هذا المقطع الذي يدعي ناشروه أن وزير الصحة الأردني يحمل فيه السعودية والكويت مسؤولية قطع الأكسجين عن مستشفى السلط بحجة أن البلدين أوقفا تصدير الأكسجين للأردن. بعد مراجعة المقطع الأصلي تبين أن الوزير الأردني لم يحمل السعودية أو الكويت مسؤولية الحادثة، بل قال إن بلاده تستورد الأكسجين من السعودية والكويت، لكن السعودية منعت تصدير الأكسجين خارج أراضيها منذ بداية الجائحة، والآن نستقبل كمية من الكويت من شركة محلية أخرى، ما يعني أن كلامه كان توضيحاً لمصادر الأكسجين في الأردن وليس تحميلاً للمسؤولية لطرف معين. منذ بدء الجائحة السعودية منعت تصدير الأكسجين خارج السعودية، فالآن إحنا نستقبل عملياً كمية من الكويت وكمية منتجة محلياً. أما هذه الصورة قال ناشروها إنها لإحدى مريضات كورونا المستجد المتأثرات بحادثة مستشفى السلط. الصورة لا علاقة لها بحادثة السلط، إنما تعود لممرضة تدعى ميشيل يونكين، وهي تحتضن سيدة تبكي بجوار سرير زوجها المحتضر إثر إصابته بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا عام 2020. هذه صورة أخرى ادعى ناشروها أنها لإحدى ممرضات مستشفى السلط، والحقيقة أن الصورة تعود للممرضة المصرية آية علي، والتقطت من فيديو وثق حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا في مستشفى الحسينية في مصر. برأيكم، لماذا ينشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً زائفة ومضللة عن حوادث حقيقية؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.